صفحة 35 كتاب النشاط. نحن درس الماضي أخذنا المبني المجهول. ما بدي أقول هيرو ستودنت اليوم. ما بدي أقول هيرو ستودنت. ما جاء بالي أقول هيرو ستودنت. طب رح أقول للستودنت اللي عم يسمعونا. يا ستودنت اللي عم تسمعونا، أنا ما جاء بالي أقول لطلابي، بس أنا رح أقول لكم هيرو ستودنت هاو أر يو. هاي لكم حصرة. أوكي. بنقلب على صفحة 35 كتاب النشاط. بدنا نحل المبني المجهول. منترجم ومنحل، أوكي؟ منترجم الجملة، منشوف شو زمنها، ومنتذكر صيغة المجهول تبع هاي الجملة، تمام؟ طيب. throughout خلالها. السؤال الثاني صفحة 35 كتاب النشاط. السؤال الثاني A throughout خلالها. history التاريخ. people الناس. have hunted صادوا elephants الفيلة for لأجل their tusks أنيابهم. طيب خلال التاريخ هو ده اللي زمان بنزلوا كما هو هذا تكملة أوكي كيف أنياب هدول العاج ناب الفيل شبه غالي كتير لا 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 فيه هيك يعني بننزل خلال التاريخ بقول لها عادي انت تحت يلا مثل ما هي هلا الجملة اللي فوق انه بيبول فاعل شوفوا فوق بيبول سبجكت اس وهاف هانتد الفعل وإليفانتس المفعول به اذا بنقسم الجملة بنقول بيبول الفاعل وهاف هانتد الفعل وإليفانتس المفعول به لاجل انيابهم هاي تكفاية وخلال التاريخ تكفاية هدول بننزلهم بارضهم نزلنا سرو اوت ستوري مثل ما هي بعدين حطينا اول شيء المفعول به صح elephants هلا هيدا فوق كانت الجمله بالمعلوم حاضر تام صح بعد شو مجهول للحاضر تام مفعول به زائد have has زائد been زائد verb 3 المفعول به هو elephants نزلناه الelephants جمع بدها have حطينا have وشو حطينا been ونزلنا hunted هو نفسه الverb 3 نزلناه وكملنا for their tasks شوفوا ما حطين باي والفاعل إذا بدكم اكتبوا باي بيبول اكتبوا باي بيبول أوكي؟ إذا خلال التاريخ الفيلة اصطيدت لأجل أنيابها من قبل الناس حلو الكلام؟ إذا أنا بس كان في عندي جار ومجرور دليل زمني هدول ما بيكونوا إلهم علاقة بتشكيل المبني المجهول هدول بننزل محل ما هن وبعدها بنشكل مجهول الجملة اللي بعدها إليفانتس الفيلة have been prevented يعني منعوا منعوا بضم الميم نعم منعوا وضم الواو ضم العين منعوا from من migrating التنقل to find من التنقل from migrating to find ليجدوا food الطعام and water والماء ليجدوا الطعام والماء تمام طيب هلا هاي جملة معلوم ولا مجهول؟ مجهول اكتبها جنبها بين قوسين مجهول حاضر تام هاي الجملة مجهول حاضر تام إذا المطلوب من هذا السؤال إني أنا إذا كانت جملة معلوم حولها لمجهول وإذا جملة مجهول حولها لمعلوم أوكي؟ مجهول حاضر تام هاي بدي حولها لمعلوم حاضر تام شو معلوم حاضر تام؟ فاعل هاف واز وفيرب 3 معلوم حاضر تام فاعل هاف واز وفيرب 3 أوكي؟ طيب إذا الفيلة منعوا من التنقل ليجدوا الطعام والماء من اللي منعوا من الفيلة؟ الناس القانون لأنه حيوانات كبيرة ببت بأمر القانون أوكي؟ إذا بدها تصير القانون منع الفيلة الفاعل هو القانون هم ما مذكور أبدا فأنا تخيلته وحطيته القانون منع الفيلة من التنقل لإيجاد الطعام والماء معناتها بدي اقول زلو القانون هذا مفرد لجمع مفرد معناتها
إذن the law has prevented elephants from migrating to find water and food. إذا حطيت الفاعل اللي هو the law حطيت له has حذفت البين أوكي؟ الإليفانت صارت الإي صغيرة لأنه دخلت لجوا الجملة صح؟ يلا القارون منع الفيلة إذا حطيت فاعل والفعل زاويته وحطيت المفعول به هون اوكي هذا عكس الشغل اللي نحن كنا عم نشتغله اكيد رح يجيكم بالفحص منه اوكي هيك بيجي هيك بيجي ايه بيجي الصور بالحول نتيجة من الكتاب مو نتيجة من الكتاب كل شيء من الكتاب ما بيجي شيء من برا الكتاب اوكي Yes. Number C. People and Nas have turned حولوا. Their natural الطبيعي. Habitats مواطنهم. الناس حولوا مواطنهم الطبيعية into إلى farmland أرض زراعية or أو building بناء land أرض أو أرض بناء. أرض بناء. الناس حولوا مواطنهم هاي معلومة لمجهول معلوم تبقى جنبها معلوم حاضر تام تبقى جنبها معلوم حاضر تام لأنه بلشت بفاعل الناس حولوا مواطنهم الطبيعية إذا معلوم حاضر تام حطوا لي خط تحت جنب تحت بيبول تبقى فوق سبجكت فاعل هاف تارند خط تحت هاف تارند تبقى فوق غير فاعل their natural habitats مواطنهم الطبيعية مفعول به هلأ ما كلياتها للجملة مفعول به أنا وين بوصل وين بوقف عند المفعول به حدود المفعول به هو حرف الجر مثل انتو خلاص انتو هاي تكملة هاي ما بصير أنا ضمها مع الشغل اللي بدي اشتغله أوكي هون خلص المفعول به حدود المفعول به هو الانتو مثلا هو حرف الجر in أو to أو into أو حتى because أو عندما أو بينما هدول كلياتهم حدود المفعول به هون بيوقف المفعول به تمام؟ إذا معناتها أنا هلأ شغلي بس people have turned their natural habitats إذا هذا معلوم حاضر تام شو مجهوله للحاضر التام؟ مفعول به have has وبين وبيرسي وبين الفاعل المفعول به مفعول به هو مواطنهم الطبيعية their natural habitats ما هيك؟ مفعول به مفعول به على التام موجود مواطنهم الطبيعية وين مواطنهم الطبيعية their natural habitats أول شيء رح نكتب their natural habitats رح نكتب their natural habitats إنه مواطنهم الطبيعية هذا جمع الأفراد جمع هاو لهاز هاو شو بعدها؟ بين شو بعدها؟ there is returned into إلى تحولت إلى farmland or building land أو أرض بناء by people حلو الكلام إذا صار جواب C their natural habitats طبعا زير تي كبيرة صح؟ their natural habitats have been turned into farmland or building land by people okay? number D Elephants and fiela have changed, حولوا أو غيروا. Okay.
فيلا تغيروا the natural الطبيعية environment البيئة. هاي معلومة ولا مجهول؟ نعم معلومة. معلومة أي زمن؟ حاضر. إذا حطوا جنبها غير قوسين معلوم حاضر دعم. خلاص تقسموا ما في عندهم لا في حرف جر ولا شيء. الإليفانت هي الفاعل. هاف شاج هي الفاعل. The natural environment هي مفعول بها تقسموا ولا لا؟ معناتها شو بدها تصير؟ مفعول به نعم the natural environment. حلو الكلام the natural environment البيئة الطبيعية. البيئة مفردة جماعة معناتها بدها has been changed حولت by من قبل مين؟ الفرز الإي صغير اللي دخلت لجوا في الجولة. البيئة الطبيعية حولت من قبل أو غيرت من قبل الفيلة. إذا صار جواب D the natural environment has been changed by elephants. Number E elephants الفيلة. خلصنا؟ elephants الفيلة make تصنع passes ممرات. تمام فاعل فعل مفعول به صح؟ هلا هاي بدنا نحولها الميك شو هذا؟ شو هاي الجملة؟ معلوم اكتبوا معلوم مضارع بسيط معلوم مضارع بسيط شو بدها تصير؟ شو مجهول للمضارع البسيط؟ مفعول به السؤال وفعل مصري. أنا بس أول ثلاث كلمات أوكي عم بشتغل عليهم. هلا هاي جملة. هلا بهذا السطر في عندي جملتين بدي أشتغل عليهم أوكي؟ passes الممرات هاي جمع بدها آر ما هي؟ تصريف الثالث من made by elephants من قبل الفيلة. إنه قال ممرات تصنع من قبل الفيلة تصنع وبضم التاء وفتح النون تصنع من قبل الفيلة صروخي لالا يلا هكمل الترجمة أنا أوكي صروخي لالا the areas المناطق وين حيسو زيهم ليه في عايشون ما فيه شيء هذا ما فيه فاعل فعل مفعول به المناطق وين حيث زيهم اللي بيعيشون ما في شيء هون حوله لأنه ما في فاعل وفاعل مفعول به صح؟ and other أخرى animals حيوانات أخرى have used استخدموا these هذه حيوانات أخرى فاعل يلا اسمه حيوانات أخرى فاعل have used الفاعل these المفعول به معناتها بتقول أنا زيز have been used by mean by other animals قبل حيوانات أخرى تمام؟ إذا عندي صار جملتين تساوي مجهولة بالفحص ما بيجيبوا جملتين بيجي جملة وبيقول لك حولها لمجهول أوكي؟ ليش ما عملت أول جملة؟ كيف؟ أول جملة عملناها مجهول مضارع بسيط كيف؟ passes are made by elephants صارت الجملة كلها passes are made by elephants through the areas they live where they live and these have been used by other animals okay؟ هيك عملناها تمام؟ yes صعب تطبيق بي صعب تطبيق بي صعب حلو ليش؟ أنا أفهم الجملة عم شوف شو زمن عم أقسم فاعل فعل مفعول به وبحول حسب الزمن تمرين اللي بعده يلا تري كانجاروز كناغر الشجر
كناغر الشجر تري الشجر كان جروس كناغر كان غير تعقول الكلام وش الذي أو وش التي find تجد ولا توجد توجد are found توجد are found توجد only فقط in في فقط في the rainforest الغابات المطرية of Australia and West Papua اسم دول هذول اوكي okay. are تكون in danger of in danger of in danger of في خطر من in danger of في خطر من becoming تصبح extinct منقرضة for لأجل two اثنين main رئيسيين reasons سببين firstly أولا زي هم هم اصطادوا ولا صيدوا صيدوا ايوه هم صيدوا هم صيدوا او تم اصطيادهم نعم تم اصطيادهم have been ايدي هذا مجهول حاضر تام نقول have been hunted اولا هم يصادوا فيني حلا نوع بحكي عن حقيقة ما هيك عم بحكي عن حقيقة فيني حلا حاضر تام وفيني حلا مجهول مضارع بسيط مثلا فيني اقول انا are hunted يصادون اوكي فيني حلا هيك فيني حلا هيك على كيفكم اذا بتريدوا تحلوها have been hunted بما انه ما في دليل زمني اوكي وفيكم تحلوها are hunted يصادون اوكي لا reasons اسباب حقائق قصدك تعتبرها اوكي ايه ممكن نحن نحلها ار هانتد وممكن نحلها بين هانتد طبعا اسف ار هانتد لانه حقائق اوكي يس فور لاجل ار هانتد ار هانتد اوكي فور لاجل زير ميت لحمهم اند فيول وفرائهم اند سكندلي وثانيا زير نيتشرال نيتشرال الطبيعي هابيتات موطنهم موطنهم الطبيعي يدمر بتقول يدمر ولا يدمر باي من قبل كملوا ترجمة ترجمة باي من قبل هيومن البشرية activities النشاطات هلا النشاطات البشرية على فكرة هلا عم بتدمروا هذه الأيام صح؟ لازم أقولها بالمستمر عم بتدمر النشاطات البشرية بالمستمر صح؟ طيب إذا أنا بدي أقول is being و ed is being destroyed تدمر is being destroyed ساويتها مجهول مضارع مستمر لأنه هني هلا nowadays هذه الأيام عم تتدمر أوكي؟ is being و ed نعم ده كان مجهول مضارع مستمر is و are و being و verb 3 لا اي ما نحذف الواي لا بس ايدي كنت قلت لكم انا الواي اذا اجى قبل حرف ساكن نحذفها بنحط اي ايدي اما اذا اجى قبل حرف صوتي ما بنعمل شيء مثل بلاي بلايد عادي بس ايدي تمام حسب اللي قبله للواي بنقرر حسب اللي قبله للواي اذا is being destroyed by human activities such as مثل mining التعدين تعدين تعدين تنقيب عن المعدن and farming والزراعة لا 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 بس نحن هيك بدنا نحله ما بدنا نتركه هذا بجوز يجينا مثلا منه كلمات مفقودة هيك فور لمدة several عديدة years سنوات The tree الشجر كانجارو كنغر conservation حفاظ الحفاظ على كنغر الشجر program برنامج هلا مو في عندي فور وسنوات حطوا لي دليل حاضر تام على الفور البرامج عملت ام عملت
عملت has worked هذا معلوم has worked اذا الاربعه has worked هذا معلوم اوكي hard بجد عملت بجد to protect لتحمي a particular محدده species انواع ماتشيز تري كانجارو اسمه كنغر الشجر ماتشي هيك اسمه ماتشي اه ماتشي اوكي ويش الذي ليه بيعيش ايه يعيش مضارع بسيط معلوم ما هيك هي حقيقه دائما الموقع الحقائق نمط حياه الحيوان في المضارع البسيط لانه كله بيندرج تحت اطار الحقيقه هل هذا بيعيش بمكان بمحل فلاني اوكي محل معين نقع وانماط حياه الحيوان والعمل الدائم هذا كله مضارع بسيط اوكي بعت ليبس ابو اس وبلا اس الفاعل الفاعل كانجارو واحد كانغر معناتها بتدوس اس للفعل اذا الفاعل مفرد بحط اس للفعل اذا الفاعل جمع ما بحط اس للفعل ما هيك وش ليبس الذي يعيش اونلي فقط اون على ذا نورث ايست نورث ايست الشمال الشرقي او شمال شرق كوست الساحل شمال شرق ساحل اوف بابوا نيو غينيا شمال شرق ساحل بابوا نيو غينيا as a part of their work as part كجزء of mean their work عملهم special خاصة protected محمية wildlife حياة برية areas مناطق مناطق برية محمية خاصة أنشأت ولا أنشئت منشئات have been و ED شوفوا ليش حطيت حاضر تام لأنه فوق بالأربعة 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 عندي for several years فتابع لدليل for several years تابع لدليل لمدة سنوات عديدة معناتها حاضر تام صح فأقول أنشأت ولا أنشئت منشئات لأنه هي مناطق مناطق أنشأت ولا أنشئت؟ معناتها مجهول حاضر تام بالمجهول have been و ED في E أصلية بس بحط دي have been created by من قبل the organization المنظمة and what the people الناس هو الذين اللي بيعيشون here هنا علموا وفي عندي and وفي عندي and شفتوا ولا الاند حرف عطف اذا اجى قبل الاند حاضر تام شو بدي يجي بعدها الاند حرف عطف اذا اجى قبل الاند حاضر تام شو بدي يجي بعدها حاضر تام صح طيب الناس علموا ولا علموا مع تهاف بينه التصريف الثالث من teach taught taught لا taught t e a g h t حكتبها على اللوح have been taught okay علموا how كيف to protect يحموا تري الشجر كانجروز كناغر and what أزر أخرى رير نادرة animals حيوانات in their region في منطقتهم in the region في منطقتهم okay
الصفحة اللي بعدها. أوكي عندي نص حنقرأ طبعا نقرأ ونترجمه. سهرة طويلة درسوا شو رف عشان تسلوا السهرة اليوم يلا عشان تدرسوا النص. The arguments الحجاج The arguments الحجاج ما نسيان The arguments الحجاج for مع and و against ضد زوس حدائق الحيوان. الحجج مع وضد حدائق الحيوان. الحجج مع وضد حدائق الحيوان. زوس حدائق الحيوان exist توجد all كل over أنحاء حدائق الحيوان توجد كل أنحاء the world العالم because لأن people الناس want يريدون to see يروا animals الحيوانات ذات التي زيهم كانت لا يستطيعون سيروها إن في their own country country دولتهم own الخاصة own الخاصة country دولتهم. They have always been they هم always دائما been كانوا popular مشهورين popular يساوي famous. جاي الكهرباء لا especially خاصة with مع children الأولاد however على أي حال some bad people الناس believe يعتقدون ذات زي أنهم are يكونون unnatural غير طبيعية habitats مواطن habitats مواطن and that وأن keeping حبس animals الحيوانات in في زوس حدائق الحيوان is يكون cruel قاسي. in this essay في هذا المقال إذا الخميس جيبوا لي ملحق معكم أوكي تعملوا مذاكرة وناخد ملحق. In this essay في هذا المقال I will أنا سوف discuss أناقش some بعض of من the arguments arguments الحجاج for مع and و against ضد زوس حدائق الحيوان. هذا الخميس. أنا ويل سوف start أبدأ start يعني begin أوكي okay؟ أنا سوف أبدأ by considering بمناقشة two arguments حجتين in favor of in favor of in favor of مستطيل على in favor of يعني لمصلحة زوس حدائق الحيوان. first of all اولا من العديد بيقول الناس
including بما فيهم environmentalists علماء البيئة believe يعتقدون ذات أن زوس حدائق الحيوان help تساعد to protect لتحمي animals الحيوانات which التي are endangered تهدد بالخطر التي تكون مهددة بالخطر. إن زوس في حدائق الحيوان all كل around حول the world العالم rare النادرة animals الحيوانات are bred تولد so حيث زيهم increase shall increase يزدادون نعم in number في العدد and are saved ويحفظون أو ويحمون from من extinction extinction الانقراض in China في الصين numbers أعداد of the endangered endangered المهددة giant العملاق باندا دبب الباندا أعداد من دبب الباندا العملاقة المهددة have begun بدأت to increase تزداد following متبعة successful الناجح breeding التوليد in zoos في حدائق الحيوان eventually أخيرا animals الحيوانات كان يمكن be set تطلق free حرة to live لتعيش in the wild في البرية again ثانية secondly ثانيا زوس حدائق الحيوان are educational تثقيفية people الناس هو الذين visit يزورون زوس حدائق الحيوان كان يستطيعون observe يراقب أو يشاهد unusual غير عادية observe يساوي watch ما هيك أو see unusual غير عادية يعني exotic أخذناها بدرس النباتات animals حيوانات up close عن كثب أو عن قرب and learn ويتعلموا about عن their behavior سلوكهم I will أنا سوف now الآن move on أتابع أو أنتقل to إلى the arguments الحجج against ضد زوس حدائق الحيوان the main الرئيسي objection الاعتراض to زوس لحدائق الحيوان إذ يكون ذات إت أنها أو إنه إذ يكون unnatural غير طبيعي فور لأجل وايد animals الحيوانات البرية وايد البرية animals الحيوانات to be kept ليحبسوا in captivity في الأسر يحبسوا في الأسر زي أوفن هم غالبا have to يجب ليبي يعيشوا in في نعم have to يجب ليف يعيشوا إن في small صغيرة كيس أقفاص وين حيسوا زيهم
كانت لا يستطيعون move يتحركوا about move about يتحركوا freely freely بحرية. هل يتحركوا about؟ لا move about اثنيناتهم. move about freely بحرية. نظر أخرى argument حجة against ضد زوز حدائق الحيوان إذ تكون ذات زي أنهم may be located ربما يوجدون located in places في الأماكن where حيث the climate المناخ إذ يكون very جدا different مختلف from عن the climate مناخ of animals الحيوان country دولة of origin الأصل دولة الأصل للحيوان من بيجيبوا الحيوان مثلا من الأسكيمو وبيحطوه عند الاستواء اي والله بيستوى الحيوان اي والله نعم origin الأصل personally شخصيا I don't have أنا ليس لدي strong قوية feelings مشاعر أنا ليس لدي مشاعر قوية about بشأن زوز حدائق الحيوان I أنا believe أعتقد ذات زي أنهم كان يستطيعون help يساعدوا to protect لحماية and preserve وحفظ endangered المهددة species الأنواع but لكن I أنا also أيضا think أعتقد that it is wrong أنه خطأ to force لتجبر animals الحيوانات لتجبر نعم to force تجبر animals الحيوانات to live ليعيشوا unnatural غير طبيعية conditions ظروف simply ببساطة so that حيث curious الفضوليين a human البشرية beings الكائنات البشرية الفضوليين كان يستطيعون stare at them يحدقون بهم يستطيعون stare at them يحدقون بهم star نجم ما لقي بالأخير هاي لقي بالأخير صارت stare at يحدق به أوكي؟ سؤال تاني مبدئي السؤال الثالث نمبر A consider يناقش B in favor of لمصلحة C observe يراقب D objection اعتراض E keep in captivity يحبس في الأسر أو يأسر yes located number F located يقع G country of origin country of origin دولة الأصل country of origin دولة الأصل number one see يرى what you شاهد observe نعم لا observe إذن see للوان السي للوان اوكي اذا سي واتش اوبزرف السي للوان نمبر 2 بليسد واقع سيتويتد واقع الاف لوكيتد اذا الاف لا 2 الاف لا 2 اوكي الاف لا 2 بس جاي معنى واقع انه شيء واقع لا مش واقع يعني يقع في مكان محدد واقع
نمبر 3 بليس مكان وير حيث something شيء ما ان انيمال حيوان اذ يكون فرام منه مكان حيث حيث شيء ما او حيوان يكون منه دولة الاصل نعم دولة الاصل country of origin country of origin okay number 4 for لأجل on the side of بجانب لأجل بجانب لأجل بجانب in favor of للبي in favor of okay للبي إذا الفور للبي نمبر 5 argument حجة against ضد حجة ضد اعتراض objection الدي للفايف والفايف للدي اوكي طيب نمبر 6 examine يتفحص and discuss ويناقش يتفحص ويناقش consider يناقش الA لل 6 اوكي نمبر 7 prevent يمنع from من escaping الهروب يمنع من الهروب keep in captivity يحفظ في الأسر الE لل 7 الE لل 7 اوكي هذا النص جاي احد الدورات نص اسئله عليه كمان تعرفوا أنا شو عم فكر خلص المنهج ونصير بس منساوي مذاكرات وإعادة أنا بمسأل حيوانات طبعا صفحة 33 كتاب النشاط يلا صفحة 33 كتاب النشاط اي والله animals الحيوانات and زير habitats مواطنهم اخذنا قواعد الوحدة السادسة صار لازم ناخذ نص برصوت animals الحيوانات عم نناقش يعني عم ناخذ ناطق and زير habitats ومواطنهم animals الحيوانات يعني عن جد انتو صار عندكم نوع كلمات غريبة كتير ليكن حيوانات اخذينا كم مرة اخذينا ليه يعيش سهل عن جد طيب. الحيوانات ليه بيعيشون everywhere كل مكان on earth على الارض الحيوانات يعيشون كل مكان على الارض in في every كل ترين تضريس في كل تضريس and what in في all كل climates المناخات the place المكان where حيث an animal حيوان lives يعيش is called يسمى its habitat موطنه and most ومعظم animals الحيوانات كان يستطيعون only فقط survive ينجو مرقت معنا 2000 مرة صارت هكذا 2000 مرة
إن في ون واحد أور أو تو اثنين different مختلفين habitats موطنين. For example مثلا هيلز الحيتان آر تكون سي بحرية creatures مخلوقات and cannot and cannot ولا يستطيعون ليف يعيشون إن في fresh العذب water الماء. lizards السحالي ليف تعيش إن في هات الحارة climates المناخات and would die وستموت if إذا زيهم were moved نقلوا هذا مجهول ماضي بسيط ما هيك نقلوا وبضم النون to إلى the Arctic القطب الشمالي. some بعض animals الحيوانات migrate تهاجر between بين two habitats موطنين between بين two habitats موطنين at في different مختلفة times أوقات of the year من السنة. in this article في هذا المقال you will أنت سوف find out تعرف about عن two animals حيوانين which اللذين كان يستطيعان live العيش in في different مختلفة habitats مواطن and one وواحد which الذي has adapted تأقلم to إلى a particular محددة environment بيئة. penguins البطاريق penguins البطاريق penguins there are يوجد 17 different مختلفة species أنواع of من penguins البطاريق including بما فيها the emperor المشهورة the famous المشهورة emperor penguins penguins بطاريق بطاريق الامبراطور المشهورة هيك اسمها ايه بطاريق الامبراطور المشهورة هيك بيكون في لها هيك مثل مثل التاج وكذا and what the common الشائعة China Strap Penguins بطاريق China Strap الشائعة كمان اسمها China Strap لا تترجمون all of these كل من هؤلاء ليبيا يعيشون in في the southern الجنوبي hemisphere نصف الكرة في نصف الكرة الجنوبي ملي العديد in في the Antarctic المنطقة القطبية around حول the south الجنوبي pool القطب but لكن some البعض ليبيا يعيشون in في warmer أدفى لكن البعض يعيشون في warmer أدفى places أماكن for example مثلا on على the coast سواحل على سواحل of South America جنوب أمريكا أفريكا أستراليا and the Galapagos Islands وجزر الجالاباغو okay وجزر الجالاباغو هذول اسمهم هيك many عديد of mean the 13 million Chinese trap penguins العديد من البطاريق Chinese trap يلي عددهم 13 مليون يلي عددهم 13 مليون ليبيا يعيشون on على large كبيرة icebergs جبال جليدية in في the open المفتوح ocean المحيط كانجاروز الكناغر كانجاروز and what
زي الكلوز، كلوز المقربين، ريليتيفز أقاربهم. الكذا غير أقاربهم المقربين. ولابي هيك اسمه، اسمه الولابي. أوكي are only found، يوجدون فقط. are only found، يوجدون فقط. naturally بشكل طبيعي، naturally بشكل طبيعي. in Australia and Papua New Guinea. اسم الدول. اوكي استراليا اند بابا نيوغينيا. لايك مثل وومباتس، هيك اسمه الوومباتس اند كوالا بيرز وذا بابل كوالا، هيك اسماءهم هذول. اوكي هسه استراليا وبابا نيوغينيا هيك اسمه. اوكي يس مثل وومباتس اند كوالا بيرز. كانجاروز الكناغر قال يكونون مارسوبيالز، 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 جرابيات. جرابيات، جرابات. لك بطنهم جراب. وش الذي؟ مين سياني؟ إذا مارسوبيالز جرابيات. وش التي؟ الذي؟ مين سياني؟ ذات أنا. وين عندما ينج الصغار أربورن يولدون. are born يولدون هذا مجهول مضارع بسيط صح؟ are born يولدون. they are carried هم يحملون. by their mothers من قبل أمهاتهم. in a pouch في كيس. in a pouch في كيس. okay. there are يوجد 25 species نوع. 45 يوجد 45 species نوع of mean كانجاروز الكناغر and ولابيز وقرايبين الولابيز. اوكي هذول هيك اسمهم خلاص ما ترجم اسمهم ولابيز كناغر اسمهم ولابيز. اوكي ليه يعيشون and they live وهم يعيشون in في every كل kind نوع of habitat من الموطن. from من open المفتوحة plains السهول to إلى forest الغابات and rocky إلى الغابات and rocky rocky الصخرية deserts الصحاري والصحاري الصخرية. three الشجر كانجاروز كناغر ليه يعيشون in في ريموت البعيدة and mountainous والجبلية forest الغابة regions مناطق مناطق الغابة الجبلية and have adapted وتأقلموا to life للحياة in trees في الشجر and like على خلاف أزهر أخرى كانجاروز كناغر زيهم كانت لا يستطيعون موف يتحركوا very جدا fast بسرعة on the ground على الأرض. جربوا اسأل يا رابيع اليرابيع يس اليربوع ليس يعيش اليربوع ليس يعيش all كل over أنحاء آسيا كل أنحاء آسيا and North South Africa وأفريقيا الشمالية. This animal هذا الحيوان lives يعيش in في هات الحارة desert الصحراوية climates المناخات
and is common ويكون معروف in في سيريا السورية في زيارة الصحراء. شايفين احنا شو مشهورين؟ الصحراء السورية يعني مليار شبني عنا الصحراء في المنطقة الشرقية. There are يوجد 25 different مختلفة species أنواع of جربو. إذا يوجد 25 نوع مختلف لليربو. And they are specially وهم خاصة adapted متأقلمين to live ليعيشوا in في extremely قاسية dry جافة climates مناخات. يعني جماعة متواضعين كتير يعني ما أقولكم لا بدنا شوب ولا بدنا برد ولا شوبنا ولا بردنا وعلى فكرة يعني هيك بيونسوا الشوارع إذا كنا ماشيين بالليل يعني بنخاف بيونسونا اسمعوا لا أحكي لكم كذا خلينا نخلص بعدين زي هم هلا زي هم هاف يملكون فيري جدا إن هني كيف تأقلموا ضد المفترسين هم يملكون فيري جدا شورت قصيرة فرونت أمامية لكس سيقار and long وطويلة باك خلفية لكس سيقار سيقار خلفية طويلة which الذي enables him يمكنهم والله شيء بيفتح النفس على الكتابة سمعت اليوم إن شاء الله شوف 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 هالدرس يلا which enables them الذي يمكنهم to hop ليقفزوا hop quickly بسرعة over فوق the ground الأرض to escape ليهربوا predators المفترسين ايه اللي احنا مفترسين ايه والله بيخافوا منكم الصراحة يعني بيقفزوا ليهربوا شو المفترس زي هم يكونون نوكتشارنال 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 ليلية هاي الكلمة بتحسها هربانة من اللغة التركية وجاي لعنا نوكتشارنال ليلية animals حيوانات هم يكونون حيوانات ليلية which means الذي يعني زيهم sleep ينامون during خلال زدي النهار بس بدنا توصيلات الكلمات بس تعريفات بدك تحكي لنا النكتة بكم خلص والنكتة الله وفيك يلا اسمه ليه طلاب